لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه، أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، في هذا اللقاء سنقف مع آيات من الجزء الثالث من القرآن الكريم. وربما يقع في ذهن البعض أننا لو حررنا إجمالا عن الجزء، وهذا من الناحية العلمية لا يتأتى، لأن تقسيم القرآن إلى أجزاء هو من صنيع التابعين، وأما القرآن نزل على هيئة سور، فلا يمكن بعد ذلك أن يقال إن هذه، كما يقال إن السورة مقاصدها كذا وكذا، صعب أن يقال إن الجزء مقاصده كذا وكذا، لأن هذا التقسيم تقسيم مرتضى حدث في الصدر الأول، لكن القرآن نزل على هيئة سور، فيمكن أن يقال مقاصد السور، لكن صعب أن يقال مقاصد الأجزاء. الجزء الثالث فاتحته أوله مستهله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. في قول الله جل وعلا تلك الرسل، هذا تعظيم لشأنهم وبيان لمقامهم، والرسل جمع رسول، وهو قد يكون من الملائكة وقد يكون من البشر. قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن القرائن تدل هنا على أن المقصود الرسل من البشر. قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأول في الاستنباط، الأمر الأول، أن الله ذكر في كتابه العظيم 25 نبيا ورسولا، 25 نبيا ورسولا. فطالب العلم والمتلقي المؤمن يضبط الكليات، فضبط الكليات ييسر الوصول إلى الجزئيات، لكن أخذ العلم كهيئة جزئيات لا يصل بالإنسان إلى أن يبقى فقيها في الدين. وحتى تتبصر الأمر على منواله، فإن أحدا ما لو أراد أن يبعث خطابا إلى غيره في بلد آخر، فإن الخطاب حتى يصل لا بد أن يبدأ بالكليات، فتبدأ باسم الدولة، ثم باسم المدينة، ثم باسم الشارع، ثم برقم المنزل. لكن لو ذكرت الرقم في الأول لا يدري الناس هذا في أي بلد هذا المنزل. كذلك الدين، فهم القرآن، فهم الإسلام، لا بد المؤمن يضبط الكليات العامة في الأول. فقول الله جل وعلا تلك الرسل هذا من الكليات، والرسل في القرآن قلنا 25 نبيا ورسولا، جاء ذكرهم في القرآن مفرقا، إلا أنه في الأنعام جمع منهم 18 نبيا ورسولا في الآية المشهورة وما يليها المعروفة بآية وتلك حجتنا، فإن الله قال فيها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. بقي كم؟ بقي سبعة. السبعة الآخرون ذكروا مفرقين في شتى السور، ضبطهم بعض أهل العلم لمن يكتب فقال في تلك حجتنا، أي في آية فتلك حجتنا، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حاول بالعلماء لأن الأعمار لا تقضى في شيء أعظم من كلام الله أن يفقهوا لما جاء التقسيم في آيات وتلك حجتنا على ما هو عليه، فإن الله قسمهم في الأنعام 3 أقسام فذكر كل طائفة في آية، ولا يمكن أن يقال إن الترتيب هنا بحسب الزمن، لأنه وجد منهم من تقدم زمناً وتأخر ذكراً، ومنهم من تأخر ذكراً وهو متقدم زمناً، فلا يمكن أن يقال إنهم رتبوا حسب أزمنتهم، فلا بد من طرائق أخرى. أفضل من تكلم في هذا المراغي رحمه الله في تفسيره، فقال إن جامعهم أن من الأنبياء من آتاهم الله الملك والسؤدد والظهور والسمع والطاعة في أقوامهم، فهؤلاء جمعوا، ومنهم من عرف بالزهد والبعد عن الدنيا بالكلية فهؤلاء جمعوا لوحدهم، ومنهم من لم يعرف بالترك الكلي ولم يعرف بالسمع والطاعة والإمرة في قومه فذكروا لوحدهم. ومن تأمل تقسيمهم في الأنعام يجد قول المراغي هذا أقرب الأقوال إلى الصحة والعلم عند الله. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اختلف العلماء في التفضيل أصلا، كلام طويل لهم، لكن الاتفاق على أن النبوة في ذاتها درجة واحدة، كما يقال في الصحابة فضل الصحبة واحد، ثم بعد ذلك يفيء الله على بعض أنبيائه ما لا يفيء على غيره، فيفضل من هذا الوجه، فيفضل من هذا الوجه، كما أن الصحابة جميعا مشتركون في فضل أنهم رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النصرة والهجرة وغير ذلك بها يكون التفضيل. هذا التفضيل ذكره الله منصوصا عليه، فلا مسوغ لدفعه ولا يوجد دافع. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن فلننظر فيما اشترك هؤلاء المرسلون. أولا، نؤمن أنهم خيار الخلق وأننا مأمورون باقتفاء أثرهم، فلو أنك جعلت حياتك مبنية على حياة الأنبياء في فعلك وتركك، كلما حاجك أحد أو خطبت أحدا أو غدوت أو روحت أو رحت احتججت بفعل الأنبياء لكنت أكمل هديا. ولهذا قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ومحسن بين العلة، قال: سميتهم باسم أبناء هارون، بشار وبشير ومبشر، فأخذها صلى الله عليه وسلم من تسمية هارون عليه السلام لأبنائه. وقد ذكر أهل السير أن أبا سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمه نسبا، فالحارث أخو عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عمه نسبا وأخوه من الرضاعة، وكان أكثر من أكثر الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام، أحد الخمسة الذين يشبهوه، ومع ذلك كفر في أول الأمر وأسرف في قدح النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر دمه. فلما عزم على التوبة وعاد، خاف أن يقدم على رسول الله فلا يقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام منه العودة، فاستشار، فأشار عليه بعض الصحابة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهو عنده: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا من الخاطئين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بالأنبياء، وهو ينافس في الخيرات ويسابق في الطاعات، ولا يريد أن أحدا يكون خيرا منه. ويوسف عليه السلام لما قيلت له هذه الكلمة تنازل عن حقه، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما هدي إلى هذا الباب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فمن فك رسول الله أن يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. هذا أمر يجب استصحابه في قضية فقه في حياة المرسلين. فالإنسان إذا ابتلي بداء جسدي تذكر أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا ابتلي
بعقم أو ما شابهه تذكر زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإن كان ذا قدرة ذا طاقة يرى في نفسه أنه أهل لأمور عظام سألها الله وقدوته سليمان، وإن كان لا يقول كما قال سليمان نصا لكن يأخذ نفس القضية من سليمان. فإن سليمان لما رأى في نفسه أن الله يمن عليه والله كريم لا ينقص ما في يده عظم في نفسه أن يعظم الطلب، لكنه احتاط لآخرته فبدأ بالمغفرة، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وعلى هذا وإذا ظلم الإنسان نفسه بذنب تذكر يونس إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمقصود أن يجعل هدي أنبياء الله نصب عينيك. هؤلاء الرسل كانت لهم خصائص اشتركوا فيها جميعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فنفقه من الحديث أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه إننا معاشر الأنبياء نخير عند الموت. فعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه يخير لكنها لم ترى هذا عيانا. قالت فلما حضرته الوفاة أي في مرضه سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هو لما يقول الآن عليه الصلاة والسلام في مرض موته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يخاطب نفسه، يخاطب أحدا، لكن عائشة لا تسمع صوت من؟ لا تسمع صوت الملك، إنما تسمع صوت الإجابة. فمن إجابته صلى الله عليه وسلم تفقه مراد الملك. قالت فلما سمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا علمت أنه يخير، فاختار صلى الله عليه وسلم وجه ربه والجنة والرفيق الأعلى. لذلك قال بعدها بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ومالت يده وفاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى عليين. في الوقفة التي تليها سنأخذ إن شاء الله بعض الخصائص من حياة المرسلين ونكمل تفسير الآية. تعالوا ساعة نؤمن جميل مع القرآن مع القرآن مع القرآن. في هذه الوقفة نقول أي الوقفة الثانية من الجزء الثالث تحدثنا عن قضية بعض الخصائص التي أتاها الله الأنبياء، وقلنا إنهم يخيرون بعد الموت، بعدها يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. وهذه أخذ بها الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبقيع بقيع الغرقد هو موضع اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأن يدفن فيه موت المسلمين، اختاره بنفسه إلى الشرق من مسجده، وجعل السوق في الغرب، وحدد مضمار الخيل، فخطط المدينة في أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه. فالبقيع هو الذي اختاره ودفن فيه عثمان بن مضعون كأول المهاجرين الذين يدفنون في البقيع. ومع ذلك لما مات لم يدفن في البقيع لأن الصحابة اختلفوا أين يدفن. ومر معنا كثيرا أن العبرة لمن يملك النص. فقال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء نقبر حيث نموت أو ندفن حيث نموت، فكان قد مات في حجرة عائشة، والحجرة جمعها حجرات، وهذه الحجرات بناها النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها شرقي مسجده لما بنى المسجد. وأنت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وعمره 25 عاما، فمكث معها 15 عاما وهو فرد من الناس لم ينبأ ولم يبعث. ثم لما أتم 40 وكان له معها 15 عاما نبئ، فلأنها شاركته أياما
كونه غير نبي لوحدها لم يشأ الله أن يشاركها غيرها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، فلم يتزوج عليها البتة حال حياتها، فهي انفردت به قبل البعثة تواسيه وتؤازره، وانفردت به بعد البعثة. أما غير ذلك لم تنفرد به امرأة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الجزاء من جنس العمل، وهي من أعظم سادات نساء المسلمين رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة العظيمة لما مات عنها تزوج بعد ذلك سودة، ثم تزوج عائشة، ثم انتقل إلى المدينة فبنى حجرتين، ثم كلما عدد بنى حجرة. لما دخله مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه أضحى يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يبيت في بيت عائشة. ففهم نساؤه منه ذاك حتى تنازلن عن حقهن ومرض في بيت عائشة، فأضحى في حجرة عائشة يمرض. فلما جاءه الموت والموت حق مات في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة. فلما قبضت روحه استقر أمرهم صلوات الله وسلامه عليه، استقر أمر الصحابة على أن يدفن في نفس حجرة عائشة، فدفن فيها. هذا هو الدليل العملي على قول عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. لكن هذا من خصائصهم، أما الناس فيمكن أن يدفن حيث يموت إذا كان مثلا شهيد معركة أو حتى غير ذلك. والأصل أن للمسلمين مقابر، لكن ليس كل أحد يتأتى أن يحمل، فإن الإنسان لا يدري أين يأتيه أجله. هذا قوله عليه الصلاة والسلام، نتكلم نحن عن خصائص المرسلين: يدفنون حيث يموتون. مرحلة أخرى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نحن نشرح تلك الرسل، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأصل أن الأرض تأكل كل جسد، وما يقال إن الشهداء أو حفظة القرآن لا تأكل الأرض أجسادهم لم يدل عليه دليل البتة. أما ما يذكر من أن شهداء أحد وجدوا فهذا قد يكون لمرحلة زمنية، لكن الأصل عدم الاستثناء إلا بدليل، ولا دليل إلا في أجساد الأنبياء بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر من الصلاة علي فيهما، يقصد ليلة الجمعة ويومها. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ إذن الصحابة استقر في أذهان داول حفظة القرآن، فاستثنى فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويجب أن يعمل بما استقر في أذهان الصحابة. فلما قال عليه الصلاة والسلام عن أيام العشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. إذن يؤخذ بهذا أن المستقر في أذهان الصحابة أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، وهذا المستقر في ذهنهم لم يأتي عبثا، إنما أتى من أقوال قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ففقهوا هذا منه. والمقصود من هذا أن هذا من خصائص الأنبياء. يطرح في الأسئلة أحيانا العلمية: هل الأنبياء عليهم السلام يسألون في الأصول الثلاثة المعروفة التي يسأل عنها الإنسان في قبره؟ والجواب قطعا لا. لكن لما قلنا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم، لا يسألون، وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإذا كان الشهيد لا يسأل فمن باب أولى ألا يسأل الأنبياء. قال ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل قلنا بحسب ما يؤتي الله ذلك النبي، والمستقر عند العلماء أن أفضلهم أولو العزم، لكن من الناحية العلمية لابد أن تأخذ الأمر بتصور صحيح. السؤال: من هم أولو العزم؟ الله يقول في خاتمة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من يملك الآلة العلمية يصل، فقد الآلة العلمية يعجز عنه المرء أن يصل، محال، لأن كل شيء له آلة توصل إليه،
ففقدها يحرم الإنسان من الوصول إلى غايته. الآلة هنا اللغة، فالله جل وعلا يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. القضية في من هذه، هل هي من بيانية أو بعضية؟ فإذا قلنا بيانية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يصبح المعنى أن جميع الرسل أولو عزم. وإذا قلنا إن من بعضية يصبح أن هناك بعضا من الرسل أولو عزم. إذا أخذنا بالثاني أن من بعضية، فالآية لا تدل على أكثر من أن هناك أولو عزم، لكنها لا تدل على من هم أولو العزم. ولهذا جاء مسألة أخرى عند العلماء، من هم أولو العزم؟ إذا أخذنا أن من بيان بعضية، فقال بعضهم إن أولي العزم من ذكرهم الله في كتابه، لأن ليس كل الأنبياء ذكرهم الله في كتابه، فمن ذكرهم هم أولو العزم. قال آخرون إن أولي العزم الثمانية عشر المذكورون، الثمانية عشر المذكورين في الأنعام في تلك حجتنا. وقال آخرون بل هم الخمسة المنصوص عليهم جمعا في آيتي الأحزاب والشورى. الله قال في الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا القول عليه أكثر العلماء، والعلم عند الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل هنا كما قلنا بحسب موته هذا النبي، ثم بعد ذلك يأتي بيان طرائق التفضيل، يأتي بيان طرائق التفضيل، فيقول جل شأنه منهم، هذه بعضية بالاتفاق، منهم من كلم الله. وإذا انصرف لفظ الكليم لا ينصرف إلا إلى موسى بن عمران عليه السلام، مع أنه كلم غيره من النبيين، لكن الكليم إذا أطلق إنما يراد به موسى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال جل ذكره وكلم الله موسى تكليما. وقد كلم الله موسى مرتين، أولاهما بوعد، أولاهما بغير وعد، وهو عندما كان قافلا راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر عند جبل الطور، والأخرى بوعد زمانا ومكانا، وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، إلى أن قال فلما جاءه وكلمه ربه. فموسى عليه السلام هو كليم الله، وآدم كلمه الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله. هذا المشهور عند العلماء من الذين فضلهم الله جل وعلا بالتكليم. وفي الوقفة الثالثة إن شاء الله نتم هذه الآية ونتم قول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثالثة في الجزء الثالث، انتهينا عند قول الله جل وعلا منهم من كلم الله، وتحدثنا عن الكريم موسى. قال جل ذكره وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. عيسى ابن مريم له مزية، لكن قبل أن نقولها لابد أن تفقه أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، لكن مزية في أحد بعينه لا تعني أنه غالب على الكل. هذه المزية وردت في قضية يوم يقوم الناس عندما يكون حديث الشفاعة، فإن نوحا قال كانت لي دعوة فتعجلتها، وإبراهيم قال كذبت في ذات الله 3 كذبات، وآدم قال قبلها أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها، وموسى عليه السلام قال قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، أما عيسى لم يذكر ذنبا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من قبله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اختلف الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، ما اختلف الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية تأتينا إلى، حتى لا نبقى يعني لا نبقى في الجزء الثالث في البقرة، ننتقل إلى سورة آل عمران. آل عمران من الاسم آل عمران أنهم أسرة،
هذه الأسرة من ما كانت عليه من الصلاح خلد الله ذكرهم في القرآن، وسمى سورة طويلة من ثاني سور القرآن جلالة من السبع الطوال، سماها باسمهم. ولك أن تتأمل أي طاعة كانت لله من ذلك البيت حتى خلد الله جل وعلا ذكرهم. فإن رأيت أحدا خلد الله ذكره بالخير بالطاعة ومات على ذلك حتى لا يفتن، فاعلم أن له سريرة عند الله، لأن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. وإن رأيت أحدا عياذا بالله مخذول أيا كان حاله من حيث العموم لا من حيث القدح فيه، تعرف أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الله محال أن يظلم أحد. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإنما يؤتى المرء من قبل نفسه، فإنما يؤتى المرء من قبل نفسه. قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال: وما الجسر؟ حتى تعلم عظمة الرحمن إنه ما يهلك عليه إلا هالك. قال: مدحضة مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وشوكة بنجد يقال لها السعدان، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا. ثم قسمهم، قال: فمار ناجٍ ومسلم مخدوش، يعني يسلم لكنه يخدش، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. ثم قال: حتى تصل إلى الذروة. قال: فوالله ما أنتم بأعظم مناشدة من المؤمنين يومئذ لربهم في إخوانهم، يعني من سقط يأتي من نجا يشفع له عند الله، فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. قال عليه الصلاة والسلام: فيحرم الله صورهم على النار. ما معنى يحرم الله صورهم على النار؟ الذين يذهبون ليشفعون حتى يخرجوا، حتى لا تلفحهم النار، يصبح هيئة محرمة على النار، فيخرجون أقواما فيقولون: أي رب، ما أبقينا أحدا ممن أمرتنا به، يعني من أذنت به أخرجناه، ما بقي أحد. فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقواما قد امتحشوا فيقولون: ربنا لم يبق أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد راوي الحديث: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيخرجون يقولون: ربنا لم يبق أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، شفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل وعلا على أقوام في النار قد امتحشوا، ثم يلقون في نهر يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويقال: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة. ويقول لهم ربهم: انظروا فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث وأضرابه لا يفقهه إنسان فيترك عمل، هذا جهل، إنما يفقه فيه الإنسان أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأن ربا هذه رحمته، وهذا فضله، وهذا إحسانه، لا يمكن أن يهلك أحد بعد هذه الرحمة إلا وفيه من الشر ما الله جل وعلا به عليم. وما الجوارح إلا تبع
وما الجوارح إلا تبع لما في القلب. فمن خلصت لله تبارك وتعالى سريرته وسلمت نيته فليعلم أنه لا يمكن لأحد أن يكون أكرم من الله، وأن الله يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب عليه ويرحم من فاء إليه. قال وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمقصود من هذا أن الله جل وعلا اصطفى أهل هذا البيت، آل عمران، فخلد ذكرهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، السورة باسمهم، وهو يقول جل وعلا فيهم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مع أن آل عمران هم من آل إبراهيم، لأن إبراهيم والد ليعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وآل عمران من بني إسرائيل. فقول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم كاف، لكن على أن آل عمران كان لهم من فضائل العمل والطاعة والقنوت أهل بيت صالح، والمتاجرة مع الله تجارة رابحة. إن الله اصطفى، اجتبى وفضل واختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم قال: إذ قالت امرأة عمران، إذ لزمن مضى، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هي في أول الأمر طلبت الولد للولد لما تحمل من أجله النساء، رجاء أن يبرها ابنها لا كبر. فلما اطمأنت أن هناك حمل أرادت أن لا يكون هذا الحمل لها ينفعها إذا كبرت، إنما أرادت أن يكون هذا الحمل إذا وضع يكون لله. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ومن شدة غلبة العاطفة عليها وصدق توجهها نسيت أنه يمكن أن يكون أنثى، وهذا لا يغيب عن أحد. كل امرأة تحمل تتوقع أن يكون إما ذكرا أو أنثى، لكنها لصدق توجهها وشدة عاطفتها نسيت هذا الأمر، وأعزمت أمرها وأجمعت أمرها على أن يكون لله، يعني خادما في بيت من بيوت الله. إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لما لم يكن بيدها أن يكون المولود ذكرا، هذا ليس لها، قالت: وإني سميتها مريم، على الأقل الاسم، ومريم في لغتهم خادمة الرب، فأقل شيء تفعله أنها سمت ابنتها مريم: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صنعت ما عليها، قال أصدق القائلين، فتقبلها ربها بقبول حسن، حسنت النية فحسن القبول. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا برحمتك من غير حساب، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.